العلم قال أنا أحرصت غايته. العقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا الدكتور سليم عبد الكريم الشيخ، دكتوراه في كلية الشريعة جامعة حلب الحرة. أتواجد اليوم في مدينة الباب من أجل المشاركة في دورة تحقيق المخطوطات وأصول البحث العلمي التي أقامتها رئاسة الشؤون الدينية التركية بالتعاون مع مديرية الأوقاف والإفتاء والشؤون الدينية في مدينة الباب وبالتنسيق مع منظمة الرواد. حقيقة استفدنا من هذه الدورة الكثير، خصوصا أن هذا العلم لم نأخذه سابقا بهذه الطريقة وبهذه المنهجية. نسأل الله عز وجل الشكر والتوفيق والسداد للإخوة القائمين على هذا العمل الجميل وعلى هذه الدورة الممتازة، وعلى رأسهم القائمين في دار المخطوطات في إسطنبول، وجزاكم الله كل خير. إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا من جعل بنة من زاوية. ترى الرجل بلغ مراتب وليس له شيء مما يبلغ به من أمور الدنيا من جاه ومال ومنصب، إنما بلغ ذلك بالعلم فهي رفعة في درجات الدنيا. عدت فيه 35 سنة ما شهدنا عليه إلا العلم والأدب والتواضع، فسي شهادة لازم نقولها ما بصير خطر. طبعا الحمد لله رب العالمين، اليوم نحن نشارك معا في كتاب فعاليات ورشات علمية تدريبية كل الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل دار المخطوطات في إسطنبول، رئاسة الشؤون الدينية التركية، المجلس المحلي ومدينة الباب، مديرية الأوقاف ومدينة الباب. طبعا منظمة الرواد أسهمت في رعاية هذا النشاط بقناعاتها التامة أن العلم يحتاج خدمة، طلاب العلم يحتاجون دعما تسليما. نحن خدمة برنامج تدريبي سيكون فادي خير لمشاريع بحثية قادمة. طلبنا في باب الأمل كل ما تم إجراء التجربات هي ستكون خطوة تمهيدية للمشاريع القادمة. نرجو أن نوفق إن شاء الله بتقديم ما هو مفيد للمستقبل. طلابنا بالتأكيد استفادوا من جرعة علمية مميزة تساعد في تحقيق خطوات هامة في البحث العلمي وقواعده وأصوله. العلم يحتاج ضبط، وهذه الدورة كانت تعزز من هذا النظام العلم المعرفي. نشكر لكل من أسهم في هذا المشروع، ونشكر أيضا القنوات الإعلامية التي أسهمت في تغطية هذا الحدث. دائما على الخير من تلقي في مدينة الباب الحرة، وشكرا لكم وشكرا لقوتكم. الأستاذ محمد عمر المريض، الأستاذ محمود الحاج عبود،